صباح الخير. من النهاردة 10 أكتوبر 2021، دي مزرعة 9 في الرجين على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، متصورة بالكامل، أرض إنتاج حيواني. ده مخزن، مخزن وحضانة، يعني يستخدم أي استخدام. ودي الأرض 9 فدادين بالمحبس الرئيسي بتاعهم، بالرشاشات بتاعتهم، الشبكة كلها بتاعتها كاملة. السور بتاعها معدي الـ2 متر، الأرض كلها متصورة، فيها عنبر بهايم على مساحة فدان، في متقسم 6 حوش، كل حوشة بتشيل 14 راس مواشي. أو إجمالي 300 راس غنم. أرض محترمة جدا، ده البيت بتاع صاحب الأرض، استراحة للعمال. الأرض فيها بيرين، واحد 500 جزء في المليون، واحد 800 جزء في المليون. ست عنابر مواشي، كل حوشة بتشيل 14 راس، 14 راس. ودي الغرف، غرفة وحمام ومطبخ وصالة، سكن للعمال. الأرض هنا كهربا ريفي، وفيها 2 بير زي ما قلنا، والأرض ملك نهائي خالص، الثمن من المحافظة، معلهاش جنيه. احنا بيننا وبين الصحراوي 5 دقايق بالعربية. منطقة محترمة جدا، كلها المحاصيل بتاعتها معظمها مشجرين شجر مسمر، تصدير. منطقة محترمة جدا في مصر اسكندرية الصحراوي، والأرض زي ما احنا شايفين قدامنا اهي، بالشبكة بتاعتها كلها كاملة، أرض جاهزة على طول على الشغل، مش محتاجة أي تكاليف ولا محتاجة أي حاجة غير إن الواحد ينزل بالشغل بتاعه على طول. مطلوب في الفدان 420,000 جنيه، الفدان 420,000 جنيه. السلام عليكم.